ماتريال نيمينج، ازاي نسمي الماتريال. في طبعا طرق كتيرة جدا وتقدر في الشركة تتفق على طريقة تسمية، بس هي في طريقة تبع كود عجبتني، ان انا هبدأ بالماستر فورمات، الكتب في الاول الرقم بتاعه، وبعد كده كتب الكاتيجوري، وبعد كده كتب التايب، وبعد كده كتب الديسكريبتور يوضح الماتيريال دي هي ايه، عبارة عن ايه. بالطريقة دي اول ما تشوفها تقدر توصل للماتيريال اللي انت عايزها. في نفس الوقت الماستر فورمات هيسهل عليك كتير جدا لما يكون مكتوب.